بدنا نرحب ب يعني من اهل الدار، ما فينا نقول لك غير اهلا وسهلا فيكي من اهل الدار فرنانتنا ريم عبد العزيز. اهلا وسهلا فيكي ونورتينا بصباحنا. صباح اهلا وسهلا فيكي. تسلموا لي، صباح الخير، وصباح الخير لكل الناس اللي عم تحضرنا على الاخباريه الغاليه. وبدي صبح على جمهوري اللي فعلا من اول رمضان لهلا عم ينتظروني بشي لقاء، ومثل ما وعدتكم كنت موجوده على الاخباريه السوريه الغاليه علينا كلنا، وبدي صبح طبعا على اهلي. اهلا وسهلا فيك. اكيد يعني نحن اليوم كثير مبسوطين انه انت معنا. مثل ما بدينا، يمكن الموسم الرمضاني كان لك مشاركات كثير حلوه ومميزه ومتنوعه كمان، تقريبا ست اعمال خلينا نحكي عنه. يمكن شافوني الناس باب الحارة مبلش؟ باب الحارة الإشكالية، باب الحارة الجزء العاشر، عمل شوارع الشام العتيقة، كرسي الزعيم، كونتاك، ترجمان الأشواق، وشو كمان؟ يعني هدول مجموعة أعمال حاولنا نكون متواجدين. حركات بنات، حركات بقى. يعني حاولنا ننوع، حاولنا نقدم شيء مختلف، بس هالسنة كان يمكن نصيب البيئة الشامية أكثر. هو دايما بيسألوني ليش هالسنة مختلفة عن كل سنة، بقول لهم حسب المعطيات، حسب ما يتقدم لك تحاولي تنقي أفضل اللي يتقدم لك، شيء مختلف عن اللي قدمتيه السنوات الماضية. والحمد لله إنه الناس كتير حابة، وهذا الشيء بتشوفيه من خلال المسجات واللقاءات الصحفية، رأي الجمهور، رأي النقاد، ومبسوطة بالإنجاز عموما. أكيد نحن مبسوطين وفخورين أكيد حبيب. فيكي وبمسيرتك الفنية. ولكن بالبداية يمكن خلينا نحكي شوي، يمكن هالسنة كان هيك في استرداد للروح بالدراما السورية، كان في مشاركات، كان في أعمال شوارع الشام ضجة بالممثلين بالفنيين. يعني هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انه ماريا شفتك بالصدفة بلوكيشن كان لباب الحارة. هي الحالة يمكن قديش بتعطي طاقة إيجابية للممثل انه يؤدي أكثر، وخاصة الممثل الوطني يلي بقي بالظروف الصعبة داخل الوطن. طبعا يعني نحن بدنا نقول يعطيهم العافية لكل الناس اللي تعبت. يعني نحن من الناس اللي مثل ما قلتي الأزمة اللي مرت بدي أقول ما ضعفتنا أبدا، بالعكس قوتنا وزادتنا قوة وصبر وتحمل، وضلينا نقاوم لأنه هيك تربينا على المحبة، تربينا على القوة، على الكلمة والموقف، فضلينا وعرفنا كيف نكون ثابتين أصحاب قضية. نحن منا أي حدا، نحن الشعب السوري قلنا كلمتنا، وهذا الشيء شفناه برا. أنا لما كنت سافر برا أكثر شعب له مكانته بين صحيح. الشعوب هو المواطن السوري، لهيك كانت المؤامرة كبيرة صحيح. إنه كيف نحن بدنا نقهر هذا الشخص اللي شايف حاله فوق الدنيا، ومع ذلك ما حدا قدر، وضلينا واستمرينا. والدراما هي صورة هذا الشعب، هي صدى لروحه وصدى لحياته وصدى لهمومه. هالسنة حاولنا نقدم، تجاوزنا حتى الحصار اللي كان مفروض علينا. يعني الحمد لله بقول كتير من المنتجين هالسنة قدروا يقاوموا الحصار اللي كان، وقدروا يعني يغامروا، يقولوا بتستاهل الدراما السورية انه نغامر لحتى ننتج. لو هذا ما مثلا خاف يشتري، لا في جهة تانية راح توقف جنبنا وتشتري. وطبعا يعني الدراما السورية حققت خلال السنوات الماضية كتير من الحب وكتير من المصداقية، لذلك ظلت واقفة وثابتة. بس أتمنى دائما مثل كل سنة بقول نشوف وين أخطائنا ونتجاوزها لحتى السنة الثانية نقدم الأفضل دائما إن شاء الله. يعني مثل ما حكينا يمكن حالة تعافي شهدتها الدراما السورية، رح نرجع لمشاركاتك وأعمالك خلال سنوات كتيرة فنية، أديت كتير من الأدوار الكوميدي، البيئة الشامية، الدراما، وين بتلاقي حالك أكتر شيء؟ هلا انا بحب كل شيء، يعني كل دور حلو بيقدم ريم بطريقه مختلفه، بتقدم للناس شيء جديد بحبه، وخاصه انه فيه مقوله. يعني مو بس لمجرد الظهور، دائما الظهور المتكرر او بس انك تتواجدي باكثر من عمل هذا الشيء بيضر الفنان. يعني كل مره بنحكي، ويمكن من فتره بسيطه حكيت بحديث صحفي قالوا اوه ريم
يعني أشعلت نار الفتيل، قلت إيه بدي أحكي باسمي باسم كل الفنانين. في بعض المخرجين بيكرروا ممثلينهم بطريقة عم تزعجنا كتير، يعني عم تزعجنا شلالية نحطوا عنا كتير. يمكن مالنا ضد الشلالية عن جد نيرمين، مالنا ضدها، بس تكون بمنطقية. يعني دايما عم نحكي فيها إنه في بعض المخرجين بيكرروا ممثلينهم بطريقة إنه كل مرة بيعطي فرصة كتير كبيرة ومهمة. طب ليش؟ نحنا مثل ما قلتي فنانينا مهمين، بيستحقوا فرص. يعني كتير صار فيه مثلا عن خالد القيش الفنان المهم اللي أنا بحبه جدا، بوجه له كل تحية، إنه يا سلام شو هالأداء، شو هالروعة، أثبت جدارته، صار بالصف الأول. قلت لهم دائما الفنان بحاجة لفرصة حقيقية، لدور يقدر يبرز موهبته الصحيحة بهذا المكان. لما أنت ما عم تعطيني فرصة، طب أنا شو بدي أقدم لهي الشخصية؟ كيف بدك تشوفيني بطريقة أخرى؟ بعض المخرجين عندهم حالة الاستسهال، قوالب جاهزة ورفقاتهم أوكي هل دور دور واحد اثنين ثلاثة. يعني حتى صار في عنا نوع من عدم التمييز ما بين عمل وعمل. يعني في مخرجين أو ثلاثة شوفيها عم بالعدم بس انهم بيعرفوا حالهم، ونحن الفنانين نعرفهم والجمهور انه ما بقى يميزوا بين هالمسلسل والمسلسل. صح. نفس الابطال، طب ليه ونفس لا. الاشخاص او عم يتبدلوا يمكن لنفس شركه الانتاج، فالابطال عندها ثلاث ابطال عم يتبدلوا. بالعكس نحن فنانينا كادرنا، ولقلك بصراحه اذا جينا نحكي كوني انا رئيسه مكتب الثقافه والاعلام بالمجلس المركزي، يعني انا صار عندي فضول اعرف قديش عدد الدراميين في سوريا. لحتى عم يصير نفس الناس عم تتكرر، اكتشفت انه نحن بكل سوريا تقريبا عنا شي 500 ممثل اقل كمان، يعني درامي ما بين مخرج وممثل ومساعد وفن، انه شي 500-600 عدد اعضاء الفنانين، عدد اعضاء الفنانين بنقابه الفنانين كلها شيء 1900 عضو. تخيلي طب هون ما نقدر نشغلهم كلهم. هون بيخطر لي اسال سؤال انه يعني نحن عم نشوف انه مثلا التمثيل صار موضه، صار اي وحده حابه ان هي عجبتني تدخل بدها تمثل تقلد رفيقتها، صح لها مجال انه تمثل بتمثل. هون يمكن الفرصه عم تنعطى لاشخاص غير جديرين فيها ابدا. هون هدول الاشخاص هن مو هون مكانهم، ولكن يعني هي الظاهره نحن كيف فينا نعبر عنها بشكل اكثر انت كفنانه؟ كلام كتير حلو ليا، بدي اقول لك برافو عليكي على فكره. هذا الشيء اللي عم تحكي عنه ليا هلا كثير منتشر، كثير منتشر مو بس بالوسط الفني كتمثيل وغناء، حتى انتو مجالكم الاعلامي هلا في معاناه كثير كبيره، انه في متطفلين كتير، في قصص كتير عم تصير، كل واحد بيكتب انه مثلا بيعمل لقاء مع فنان بيصير انه صحفي واعلامي، بيعمل صفحه على الفيسبوك، صفحه الاعلام، كل المجالات اللي فيها ضوء. لا يعني الالقاب العشوائيه اللي عم تتداولها، يعني لقب اعلامي لقب منه سهل، لقب صحفي منه سهل، لقب فنان، لقب صحيح. نجم، لقب نجم. انا هي القصه اللي هلا عم نشوفها الفظيعة، انه اي حدا بيطلع على الشاشة صار نجم، اي حدا بيمسك المايك صار نجم. يعني هاي معاناة، مثل ما قلتي وحدة غارت من وحدة صار بدها تطلع على التلفزيون، صار سهلة تتجمل البنت لحتى يعني تطلع حلوة، يعني صار أيوة سهلين الأدوات. لازم يكون في متابعة. يعني يا جماعة نحن منا ضد المواهب الجديدة، بالعكس الفن والإعلام وكل المجالات بدها دائما دم جديد صح لحتى تستمر، لحتى تعطي، بس مو بعشوائية، مو أي حدا. خريجينا مليانين الأكاديميين يعني بالمعهد مليانين، يعني لازم الفنان اللي بده يقدم نفسه كفنان حقيقي يكون عنده موهبة، يكون عنده ثقافة، يكون عنده دراسة. ما بالضرورة يكون خريج معهد عالي فنون مسرحية، ممكن أنا دارسة أدب إنجليزي، بس في ثقافة، في دراسة، في متابعة، كيف تقدم طموحك صح بإمكانياتك الموجودة. لأنه هلأ صار الكاميرا بتفضح الناس اللي ما عندها أرضية ثقافية تماما. في ناس كتير فكرت حالها أنه هي نجمة ومكانة عالي وأخذت أدوار وكذا، بس بأول لقاء هن وقعوا
لأنه انكشفوا ما في أرضية ثقافية تدعم هي الموهبة. الكاميرا صعبة تتقبل مين من كان، في ناس صعبة يعني تخاف من اللقاءات على فكرة، لا تهرب من أي لقاء لأنه ما عندها شيء. هي ممكن تعرف توقف الداري حالة بدور، الداري حالة بجمالها بشعرها بلبسها بمكياجها، بس كثقافة صعب. والفنان هلا نحن يعني اللي صار فينا كان حرب إعلامية، جزء منها حرب إعلامية على سوريا، فقديش لازم تكون عندك مقومات ثقافية لحتى تقدري تحاربي الآخر، تمتلكي كلمتك، تمتلكي جملتك. إذا أنت ما عم تعرفي بتصيري هيك مكبلة ما بتقدري. الجمال ما بكافي، الجمال هو بداية، ممكن يعطيكي فرصة بس هو ما له استمرارية، لأنه الصورة مهما كانت جميلة تفقد بريقة بعد فترة بسيطة. ويمكن إذا اللي بيعتمد على جماله بيصير في تكرار، قد ما عطينا أضواء ميديا حيكون في تكرار يمكن للأداء وللحركات نفسها. أكيد إجباري. بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، هو إذا ما نسميه سوق الإنتاج وعن طريقة اختيار الأدوار. اليوم حضرتك بعد هذا العمر الفني بتفكري قبل ما يجيكي هذا الدور أنه أنا شو بيضف لي أكثر أو شو ممكن أنا أقدم لهذا العمل؟ خلينا نحكي أكثر شيء عن باب الحارة، عن قصة الأجزاء الطويلة اللي عم بتكون. كيف بتشوفي أول شيء مشاركتك بهذا العمل؟ أول شيء بالنسبة لباب الحارة بدي أقول وجه شكر لكل الفنانين والفنانين الموجودين بهذا الجزء، وبدي أتشكر طبعاً شركة الإنتاج الحجي محمد قباند، وطبعاً الدكتور الغالي على قلبنا دكتور محمد زهير رجب المخرج، والكاتب مروان قاووق. في كتير صار اعتراضات وحكي وإيه ولا وكذا، كتير بروباغندا كبيرة صار عليه. هلأ مثل ما قلت ورح عيد، باب الحارة صار هو جزء من رمضان، صار هو عادة رمضانية، قلت لهم صار هو مثل ناعم، مثل ناعم السوس وكذا، ما بقى نقدر بدون باب الحارة. عم يحكي تفاصيل وعم يحكي قصص بتشبه البيئة الشامية، بتحكي عن هاي الفترة. هلأ قلت سعيدة بدخولي باب الحارة هالسنة لما اقترب من زاوية شوي مختلفة، زاوية حضارية. نحن تقريبا صرنا بسنة 1945، شفتي صار في بنات طالعة بدون حجاب مثقفة، يعني وأنا عاملة شخصية بعتقد بهداك الزمن أنه هي زوجة صاحب القهوة الأغنياء، واقتنعت بوجود بنت واحدة عندها وهي مدرسة، وهي حتى هيك إشاب بسيط، ورفقاتها في منهم غير محجبات ومثقفات ومدرسات. وبهالفترة فعلا يعني لما بنقرا التاريخ، تاريخ سوريا بهالفترة، كان فعلا مو بس المرأة السورية هي اللي كانت هي الداية، غير الصورة النمطية اللي صدرة يمكن بالبداية، يعني بالبداية هن يعني مرقوا بفترات تاريخية معينة، التزموا ببيئة بفترات مثلا مرتبطين بمنحة معين. هلأ وصلنا لمرحلة مختلفة، وبعدين دائما كل تجدد حلو، وخاصة انه مبني على أسس منه عشوائي، بالعكس كان في أرضية وكان في نص حلو وكان في خطوط جديدة أضافت للعمل ما أساءت له يعني. وبعدين دائما خلينا برواء لنهاية العمل لنشوف الأصداء العامة. احيانا النقد بيصير عشوائي، هو يعني السوشيال ميديا السوشيال ميديا لا مثلا بيكون حدا بيحب حدا بيطلعه لوين، تمام، بيفاجئك لما بتشوفي العمل تقولي شو هالبروباغندا اللي عملوا لنا اياه، انه يا الله ما شاء الله كلنا عايشين اعمار رمضانيه ينتقلوا قد بهذا الفيسبوك كلهم على الفيسبوك نقاد على الفيسبوك والانستغرام وكذا، صار كله نقاد انه ما بقى يعجبه العجب، قاده راي. انتظروا في ملامح للعمل، يعني انتظروا لتشوفوا العمل للآخر، لتشوفوا شو قدموا، شو المقولة من وراء العمل، وبعدين انتقدوا. الفن هو وجهات نظر، صحيح. ما بتقدري تنصبي حالك ناقدة إلا إذا أنت تمتلكي الكلمة اللي تعرفي تنقديني فيها أو تعرفي وين أنا غلطت، مو بس لمجرد التجريح. هلأ صاير أنه أي حدا مثلا ما بيحب المخرج الفلاني أنا بقى بدي استلم العمل تبعه وجرح فيه، لا انتظر. نحن لحتى نعمل شيء صح
ولنعمل تقدم ولنثبت بأماكننا ونعمل دراما سورية حقيقية لازم نحب بعضنا. صح. لازم نقول برافو. لازم نقول يعطيكم العافية تعبتوا، وهذا تعب، هذا جهد، هذا تعب ناس. بالعكس أنا بقول مو هاي الأعمال الضخمة اللي تصدت لها الشركات المنتجة وشغلت هالعالم وكانت وطنية حقيقية صناعة سورية وساعدت الناس الموجودة. أغلب الفنانين اللي شاركوا كانوا موجودين بسوريا، هدول بقول لهم برافو وبصفق لهم. صح، ندعمه. طب ستريم قبل ما نختم، لانه عم يقولوا لي انه خلص الوقت، بدي اسالك بدي اسالك سؤالين. تفضل. لمين بتقولي برافو من قلبك يعني بكل المسلسلات الرمضانيه هي السنه، ولمين بتقولي انه يا ريتني انا باي دور بتقولي يا ريتني انا اللي عاملته ادمان وحلو وانا بحبك ادي هذا الدور؟ بدي اقول برافو وصفق لكل الناس اللي شاركت، لكل الفنانين الحقيقيين. تمام. بدنا دور. بدي اقول برافو 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 غير خالد اللي قلنا له برافو. والله من قلبي اكيد طبعا كلنا فخورين فيه. بقول برافو للفنانين الحقيقيين اللي ضلوا بالبلد، اللي تعبوا، واللي بأجر قليل وبظروف صعبة، وشفتي كل التفاصيل قليل وظروف صعبة وتفاصيل، وضلينا ثابتين وواقفين. أتمنى من شركات الإنتاج والمخرجين يعرفوا قديش نحن حقيقيين ويقدروا هذا الشيء. نحن ما بدنا تمن لهذا الشيء، لأنه نحن من قلبنا هي بلدنا سوريا اللي نحن جزء منها، أولادها هذا حق علينا. بس حلو التقدير، حلو تقليلي برافو ريم، تستحقي أنه أعطيكي فرصة. بدي أقول أتمنى من الكتاب، أتمنى فعلا بالتلفزيون أولا النص، النص هو الذي يبني دراما سورية حقيقية، ليجي المخرج يقدم صح ويختار فنانين صح. وبوعدكم إن شاء الله رمضان القادم يكون في عمل إخراج لألي بعد العمل توب فايف اللي قدمته واللي لقى استحسان إن شاء الله. ويمكن كتير من الناس اللي الفنانين تفائلوا قالوا لي هلأ هالسنة كتير كتير زعلوا إنه ما قدمت عمل من إخراجي، قالوا منيح ريم صارت مخرجة لحتى نقدر ناخد فرصتنا. لذلك بوعدكم من شاشتنا الغالية على قلبنا الإخبارية السورية يكون عمل قادم تستحق الدراما السورية بتوقيعي، وحتشوفوا فنانين لأول مرة عم يتقدموا بهالطريقة. كلام بيكبر القلب أكيد. حبيبة قلبي شكرا. قول وفعل دائما مثل ما متعودين عليك إن شاء الله. حبيبة أكيد. قلبي يعني للأسف الوقت مرق بسرعة كتير، الحديث يطول وكتير محاور كنا حابين أكيد نحكيها معك. شكرا كتير إليك، وأكيد نحن داعمين إليك لكل بمشروعك القادم ولكل الفنانين السوريين عن جد، لكل الفنانين والفنيين كل التحية. حبيبتي شكرا نيربين، شكرا ليا، شكرا للفنانين الموجودين معنا وكل القائمين على الإخبارية السورية. تحية من قلبي لقلب كل الناس اللي عم تشوفني واللي كانت عم تنتظر لقائي على الفضاء، يعني موجودة على فضاء سوريا. بحبكم كتير كتير كتير، ودائما ثقتنا فيكم وفينا موجودة، وبقت ورد مني لقلوبكم. أهلا وسهلا فيكي، ورمضان كريم، وينعاد عليك وعائلتك يا رب بألف خير إن شاء الله دائما. شكرا كتير لقلك، وأهلا وسهلا فيكي.